أجريت دراسة حديثة في مركز كوين الطبي في بريطانيا حول انخفاض المكملات الغذائية في الطعام، منها الكالسيوم وفيتامين د، مما يؤدي إلى عرضة الإصابة بالكسور سواء من الرجال والنساء من كل الأعمار. وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 65,000 شخص من أعمار مختلفة على تأثير فيتامين د والكالسيوم معا على تخفيض احتمال الإصابة بالكسور. ووجد أن تناول فيتامين د وحده بمعيار يتراوح من 10 إلى 20 ميكروغرام في اليوم لا يقي من الكسور. غير أن الكالسيوم مع فيتامين د يخفض احتمال التعرض إلى كسور في الفخذ والكسور الشاملة وأحياناً الكسور في العمود الفقري. لذلك دعا الباحثون في الدراسة إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول فيتامين د، وبالأخص فيما يتعلق بتحديد الجرعات الفعالة، بالإضافة إلى مدة العلاج ووسائل تناول الكالسيوم مع فيتامين د.